حياكم الله متابعيني، يا هلا وسهلا فيكم لسماع قصتنا الليلة. لكن قبل ما أقول قصتي، اذكر الله وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على محمد. القصة هذه بلسان المعلمة فوز، تقول كنا 6 معلمات مغتربات نطلع من بيوتنا الساعة 3 الفجر، ويبدأ الباص يجمعنا ساعة، وعلى الساعة 4 نطلع من قريتنا اللي تبعد 200 كيلو عن المدرسة. تقول كنا 4 ساعات نقضيها بالروحة والرجعة، نفضفض ونسولف، وأحيانا من التعب ننام. تقول واحدة من المعلمات كانت اسمها أمجاد، وهي تقول قليلة الكلام، تقول لابسة جوانتي وشراب وعبايتها راس ساترة، تقول ما يثر منها ولا شيء. تقول طبعا كنا نوقف في القرية بالطريق عشان نصلي، وكانت أمجاد دائما تتأخر علينا، تصلي 4 سنن قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. تقول تصلي 4 سنن قبل الظهر ركعتين بعد الظهر. تقول كنت أعصب عليها وأقول يا فلان أنت تصلي تراويح يلا عجلي. تقول كانت تبتسم ما ترد علي. تقول يوم الأحد كان برد شديد لدرجة كنا ناخذ معنا بطانية بالباص. تقول أرسلونا المعلمات في جروبنا إن الشركة غيرت السائق وراح نطلع المرة ذي بدري، لأنه أول مرة يمسك الباص. تقول تجمعنا بعد معاناة وتأخرنا كالعادة لأن السائق ما كان يعرف شيء. طلعنا وذاك اليوم نركض، تقول بس نبغى نركض. تقول طبعا كلنا خفنا من سرعة السائق، بلغنا زواجنا إنه مسرع مرة. تقول فجأة صحيت على صوت صديقتي وهي تنادي علي وتقول قومي صارنا حادث، وكانت تصيح مرة. تقول أنا صحيت وراسي مفتوح في كسور، بس المكان يخوف. تقول مسكت راسي وكل دم، والباص صدم في سيارة كبيرة وطاح من الكوبري، فصار يمشي فينا لين وقفته حجرة كبيرة. تقول أول ما فتحت عيني طاحت على أمجاد، كانت جالسة قدام، بس إيش جابها هنا بالخلف وملفوفة بعبايتها، ما شفت أساسا إلا عباية سودة. توقعتها نايمة، ما جابالي إنها النظرة الأخيرة. تقول طلعت مفجوعة، مشينا أنا وصديقتي كثير لين طلعنا من الكوبري، وقفنا رجال يسعفنا، وبعدها طحت من التعب ما قدرت أتحرك. تقول المهم جت الإسعاف، وأول كلمة سمعتها منهم أسعف الطيبين. تقول استغربت من كلمته، بس ما فكرت فيها كثير. كنت أسأل عن نورة وليلى وأسمة وأمجاد، وكان يقولون أنهم بخير وهم بمستشفى ثاني. تقول المهم تم إسعافهم. تقول ما أكذب عليكم أني وقفت وقتها، خفت من الموت، بس أذكر أنا وش سويت من سيئات أقابل فيها ربي. تقول موقف كان يخوف، خاصة لما قفلوا باب الإسعاف علي، كنت أسمع صريخ. تقول كنت أسمع صريخ وأصوات عالية بالمستشفى، بس ما توقعت أنهم أهالي المتوفين. كان الصياح ومنورة بإذني وبكاء الأهالي يوجع، الجميع رحل، أسأل الله لهم المغفرة والرحمة. أما أمجاد ماتت وهي صايمة، وماتت عبايتها لفتها مثل الكفن. اللي تعلمت ان العباية اللي تسترك بالدنيا تسترك بالآخرة. عاشت مستورة وماتت مستورة، يا رب حسن الخاتمة. وانا كنت احب اسمى، وكنت احب سواليفها وكلامها، من زود حبي لها كنت اكب موية على كرسيها عشان تجلس جنبي. وذاك اليوم استحلفتني ما اكب على كرسيها موية، وقالت لي بجلس جنبك لين تنامي، واذا نمت رجعت مكاني. فاحب اذكر القصة أو أذكر القصة عشان تدعو لأسمى العنزي ولنورة الحويطي وليلى العنزي وأمجاد البيشي، الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم، الله يرحمهم جميعا يا رب العالمين.